سهيل العلواني عضو مجلس النواب التونسي عن حركة نداء تونس. مساء الخير يا ست النائب. مساء الخير، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، تحياتنا لشخصك الكريم وللشعب التونسي، وطبعا خارج السياق نهنئك على تأهل نسور قرطاج لكأس العالم، وإن شاء الله تبقوا خير ممثلي القارة الإفريقية والعرب. وشكرا، وكذلك نهنئ مصر معناها بشوية تأخير بكذلك تأهل لكأس العالم، وشيفر معناها أربع دول عربية إن شاء الله في موجودة كأس العالم. ان شاء الله، شكرا جزيلا. وجود وان شاء الله كمان تشرفنا كمان يا فندم التواجد، بس احنا مش عايزين فكره التمثيل المشرف وكذا، عايزين اداء جيد ونتائج وبتاع، وان شاء الله ده يحصل باذن الله. بالضبط ان شاء الله. سياده النائب، وجود رئيس الحكومه التونسيه في اللجنه المشتركه العليا المصريه التونسيه هنا في القاهره وتوقيع 10 اتفاقات، الى اي مدى يمكن في ان يسهم في عوده العلاقات الى كامل يعني تمامها ما بين مصر وتونس، وكيف يمكن للدولتين ان هم يحدثوا حاله تكامل باعتبارهم من اكبر الدول العربيه خصوصا في الشمال الافريقي؟ هو انا كلمه عوده العلاقات انا ما نحبهاش كتير، لان مصر وتونس اشقاء من قديم، العلاقه ما بين مصر وتونس تعتبر من اوجد العلاقات، معناها ترجع الى سنين وسنين، ولا ننسى ان معناها مصر ساهمت في تونس في الماضي، معناها في 1956 حتى الزعيم المصيبه كان معناها اخذ الدعم هناك في رحلته، يعني معناها انا من اعتبر البلدين اشقاء قبل ان يكونوا معناها بلدين في حد ذاته. صحيح صحيح، نفس تاريخنا معناها تاريخ تونس وتاريخ مصر على القرون، معناها يعتبر تاريخ فيه معناها علاقات وطيده. الاجتماع مهم جدا، لان بطبيعه الحال هو الاجتماع يكون على الاطار الاقتصادي. نعم. لا ننسى ان مصر وتونس معناها على العلاقات الاقتصاديه تبقى معناها خفيفه مقارنه بعلاقاتنا بالغرب، علاقاتنا بكل الدول معناها اللي خارج العالم العربي، وان شاء الله معناها تكون العلاقه مع الاتفاقات اللي وقعت هذه توسط العلاقات الاقتصاديه في حد ذاتها، لان مش معقول معناها البلاد العربيه دائما يكون في معناها على مستوى الاقتصاد يعني تكون معناها التبادلات التجاريه في حد ذاتها، وحتى معناها الاستثمارات في اي بلدين على مستوى خفيف جدا، وهذا ان شاء الله اتمنى ان المستقبل يكون معناها احسن واعظم ما هو عليه الان. صحيح، باعتبار حضرتك معانا على الهواء، تطمئن على الاوضاع في تونس؟ الى اي مدى استقرت الاوضاع في تونس وقضت السلطه في تونس على بعض العناصر والمشاكل الارهابيه التي كانت تحدث بين الحين والاخر؟ هو بطبيعه الحال معناها لسه ما زال فيه حالات منفردة للإرهاب في تونس، ولكن يبقى اللي هو معناها شاغل كل التونسيين الأمن التونسي، معناها مقارنة بالإرهاب معناها عشنا فترات صعبة جدا. نعم. لكن من تقريبا منذ ثلاث سنين الآن الأمور بدأت تستقر، والأمن التونسي بدأ يسترجع العافية نتاعه، تعرف بعد الثورة معناها مرينا بفترة خلينا نقولوا تهلهل للأمن. صحيح. التونسي. صحيح. سهل عملية الإرهابية، رغم أن تونس ليست بلد معناها بالحجم الكبير السيطرة على الحدود مش حاجة، ولكن أيا كان معناها فترة الفوضى اللي عاشتها تونس في الفترة الأولى معناها بعد الثورة تركت مازال الإرهابيين، يمكن حتى سياسيا كان في تعاطف كمان معاهم من غير ذكر من هم كانوا وراهم، ولكن أيا كان. صحيح. لكن الأيام هذه الحمد لله اللي فما نوع من الرجوع للاستقرار الأمن في تونس، ويبقى حالات منفردة، وان شاء الله معناها تكون نمني عليها ونقضي عليها نهائيا في الايام وفي الاشهر القادمه. ربي يحميكم، وهنحبكم برشا في مصر يا استاذ سهيل. يعيشك حبيبي، شكرا جزيلا.